مكانات غير الدراسه اللي انت مهتم بها؟ انا تعرف انا اختصاص تقديم برامج. زين ليش حبيت الجانب هذا؟ انا حبيت هذا الجامع بالمناسبه انه انا لا خريج اعلام ولا داخل دوره في مجال الاعلام، بس موهبه اللي انطانيها رب العالمين مع مشاهده المحاضرات ومقدمين البرامج المحترفين على اليوتيوب. تعلمت منهم الكثير. زين. تعلمت طريقة الحوار، طريقة السؤال. نعم. عدم مقاطعة الضيف، ما شاء الله اكو اعلاميين حتى ما يخلي الضيف يسولف على طول يقاطع. نعم. صار خب ما قاطعت. لا والله والنعم. والله جبالي هذا السؤال.